انت قصدك الكيس ده اول بس تاب هو ده ولا ما خدتش منه بس غير هما اتنين، خدت بس قماشتين، قماشة اشتريت بيها بس بيها الشقة وعبية، وقماشة التانية اشتريت بس بيها شمشم الشتا. يا نار حماريكا لسه ساحب منهم دلوقتي حالا، خليني بروح المطبخ يا لمين عشان قاعد بالسوع. شفت بقى اللي ويا بس التلاجة بتاعتي والشاي بتاعتي الجديدة فيها أكل كتير أوي، وأنا بس اللي باكل الأكل كله. يلا مش خليني ناخد البيتزا، كده جبت البيتزا معايا أهو مش كده كلتها، بس ما خلينا في التلاجة وباجي باكل الشوكولاتة والبسكوتة والشيبسي. وانتوا بقى اللي ويا عارفين لما واحد يكون غني كده أول بيبقى عنده مشاوير كتير. أنا بس ما عندي مشوار ضروري رايح أقابل المشوار كده مش فاكر، هروح أشوفه بسرعة. يا سلام على عربيتي البربرجيني، عربيتي البربرجيني أحسن عربية في المدينة. إيه ده؟ مين اللي جاب صندوق الزبالة ده أول جنب عربية؟ الناس دي غبية ولا إيه؟ عربيتي البربرجيني كده ريحتها تبقى وحشة، خلينا نكبها وأمشي بسرعة. يا سلام أحسن عربية بربرجيني في الدنيا كلها. أو ماي جاد، كل كلام العلوية حقيقي، يا نهار زبادي كلهم كاتبين يا ابو علي الحق حركات بقى غني اغنى واحد في المدينه كلها. ايه الكلام ده يا علويه؟ انا مش مصدق بصراحه ان حركات تكون اغنى واحد في المدينه كلها، ده كان شغال سواق تاكسي، معقوله يعني يبقى اغنى واحد في المدينه؟ الكلام ده غريب. وبعدين ايه كيس الالماز اللي انتوا بتقولوا عليه؟ وليه واحد اسمه ليوناردو ومش عارف ليوناردو موت مين؟ انا مش فاهم اي حاجه، واحده واحده عشان افهم الموضوع. كل الكومنتات بتقول ان حركات هو اللي بقى غني، وليه كيس الالماز؟ اهو انا بعاني كيس الالماز ده اللي هو كان بتاع مستر سميث، والواد اللي اسمه ليوناردو موت مستر سميث وحركات ليه كيس الالماز ده. ايه ده؟ هو انت كنت معاهم الزعبله؟ هو انت عرفت الحاجات دي منين؟ يا ابني شفت الفيديو على اليوتيوب. ابو علي دلوقتي بص احنا لازم نروح لحركات، حركات بقى معاه شقه كبيره. ايوه كل العلاويه برضو قالوا كده فعلا، قالوا ان بقى معاه شقه كبيره وغني وكيس الماز، احنا لازم نروح له اكيد عشان احنا اكتر ناس وقفت جنبه وقلنا له ان انت مطلوب من الشرطه وخليناه يهرب كمان. شفت الغدار اول ما بقى غني ما بقاش يكلمنا. هو انا بعلي الواد ده حركات ده غدار والله، يلا بينا نروح نضربه. يلا بينا بسرعه يا زعبله، والله لو اوريك حركات الفرخ. استنى يا زعبله عشان انا جعان، خلينا افطر بس الاول، انا زهقت بقى من الموز والتفاح بصراحه. تعالى يا زعبله ناكل اي حاجه بالثلاجه. افتح الثلاجه بعد. ايه ده؟ يا نهار زبادي انا نسيت حركات الفرخة كان مخلص التلاجة قبل ما يمشي. أبو علي أنا كمان جعان والله، استنى أشوف عندك إيه في التلاجة. هيكون عندي إيه في التلاجة الزعبولة؟ مفيش غير حتة بيتزاية وحركات كمان واخد كل الزيتون اللي على البيتزا وآيس كريم. بيتزا وحركات واخد الزيتون؟ لا أنا آخد آيس كريم بقى، خليني آخد آيس كريم. طيب يا زعبولة خدت الآيس كريم، أنا خليني آخد حتة بيتزاية كده. ايه ده تعبان مش حلو من غير زيتون؟ لا لا خلاص اقفل التلاجه. ماشي حركات، مش هو اشترى شقه جديده؟ احنا هنروح ناكل عنده ببلاش، مش كان بيخلص لنا الاكل بتاعنا وهو اللي مخلص تلاجتي كده؟ ماشي حركات يلا بينا زعبله. يلا بينا بقى عشان ننتقم من الواد الغدار ده. اه والله غدار، يبقى غني كده على وهي معاه فلوس وما يكلمناش. انا اوريك حركات الفرخه، خلينا نطلع بسرعه. اوكي على وهي دلوقتي احنا عند السوبر ماركت وهي دي الشقه اللي انتوا بتقولوا عليها؟ نو واي، استحاله على وهي حركات يكون صاحب الشقة دي، ازاي يعني؟ تعالى يا زعبولة تعالى. او ماي جاد ده أحسن شقة في المدينة كلها، أنت متأكد يا زعبولة إن حركات هو صاحب الشقة دي؟ أهو أنا بعلم كل العلوية قالوا كده، وأنا شفت الفيديو كمان على اليوتيوب. إيه ده شفت الفيديو؟ معقولة حركات يشتري الشقة دي؟ يا حركات يا غدار. أبو علي إحنا بص مش هنسيبه، يا لهوي ده واحد كان هيدوسنا، مين الغبي ده؟ او ماي جاد ده غبي يا زعبولة، أنت مش شايف العربية لامبرجيني إزاي؟ واو عربية أسطورية، هولي مولي جامدة جدا، شايف واد زعبولة؟ أنا بقى ليه قد العربية اللامبرجيني اللي بقول عليها؟ أيوة هي دي يا نوب، بس الراجل الغبي ده كان هيدوس، أنت كنت هتدوس على فكرة. أنتوا الاتنين نوبات وشام جنب عربيتي اللامبرجيني. عربيتك إيه بس ثانية واحدة عشان ما سمعتش، عربيتك مين يا حبيبي؟ البامبرجيني. بامبرجيني؟ عربيتك البامبرز بقى أحسن، بامبرجيني مين يا حبيبي؟ اسمها لامبرجيني، أنا عرفتك من خلقتك دي ومن غبائك، أنت حركات الفرخة. لا 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 انا بيت مشهور كده اول، انتوا مين يا نوبات؟ احنا مين؟ مسحتنا من الذاكره يا نوب. انا بعلي ابن خالتك وبقيت غني ومعاك عربيه لامبرجيني ولابس برنيطه دهب، منين الفلوس دي كلها؟ حركات الفرخه. لا 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 انا ما اعرفكمش، يلا خلينا نطلع الشقه بتاعتي. ايه ده الشقه بتاعتك؟
تعالى واد الزعبولة شفت عامل فينا ايه؟ تعالى والله ما نسيبك حركة الفرخ، انا اوريك فين الشقة بتاعته دي. خلينا نطلع فوق كده. ايه ده، هو شارع العمارة كلها ولا ايه؟ هو ده حركة الفرخة. ماشي يا فرخة، افتح واد البوابة. يلا وادي مش بدايه بوش العشرات لبو البوليس او البوليس. لا بلاش البوليس. البوليس لا بلاش. افتح واد البوابه. بص افتح كده لحسن. بص ايوه فتحت. تعالى. او ماي جاد على الشقه. شايفين علوي قاعد فين؟ يا حركات يا فرخه. اشمعنى الشرطه يعني مش عايز تطلبها؟ اصل انا بوش ما بحبش الشرطه. ما بتحبش الشرطه ولا عشان كان مطلوب القبض عليك؟ لا يا ابني ما دبش دفعت الكفاله. ايه ده دفعت الكفاله؟ هو اللي مولي عليه. خلاص مبقاش مطلوب القبض عليك. ايوه تابع بص مبقاش مطلوب القبض عليا. انا بص بقيت اغنى رجل في المدينه كلها. يا دار زبادي، يعني كده مش هنعرف ننزل لك باي حاجه عشان مش بقى مطلوب القبض عليك. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم دلوقتي نكون مع حركات عشان بقى معاه فلوس. حركات طب احنا بص جعانين ومحتاجين فلوس. ابسولوتلي بص مش هديكم ولا بروبوكسايه. يا حركات انت اكيد معاك فلوس كتير. حركات طلع اي فلوس من معاك. لا طبعا. ايه ده، خلينا نخبي الكيس ده. ايه ده، انت طلعت ايه واد في ايدك اوقات؟ يا ابني لا ده ماشي كيس جبنه شايف السوبر ماركت. كيس جبنه وشاريه من السوبر ماركت. السوبر ماركت اللي انت كسرته يا فرخه. يا ابني احنا جعانين. يا ابني انا ابن خالتك ما تبقاش عايل ندل كده. يا ابني انا جعان. وانا مالي يا حبيبي؟ طب ما انت كنت بتبقى جعان وبتاكل التلاجه بتاعتي، مش فاكر؟ اود فاكر انا اكل التلاجة بتاعتك، لكن انت تاكل التلاجة بتاعتي ابسولوتلي. ابسولوتلي والله لا. خش بص عند تلاجتك هي فين. او ماي جاد، هي دي اوضه النوم. واو بقيت عندك شقه جامده واوضه نوم. يا حركات التلاجة هناك اهي، خلينا نروح لها بسرعه بسرعه. تعالي شوف التلاجة حلوه ازاي. يا دار زبادي التلاجة احسن من بيتي. ايه ده كل ده اكل؟ خلينا ناخد الشوكولاته عشان بحبها جدا. كل بعلي الشوكولاته. لا 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 انت بتاكل ليه بس الشوكولاته بتاعتي بمبن؟ سيب بقول لك الشوكولاته. ليه بس بتضربني يا فرخه؟ يا ابني خليني اكل انا جعان. ابو علي انا خدت بسكوته بالبندق وانا خدت الشوكولاته. انا مش هطلب لكم الشرطه دلوقتي. ايه ده الشرطه؟ لا خلاص خلاص حركات انا ابن خالتك. طب بص حركات استنى اسمعني. عاوز ايه بقى؟ اسمعني يا صاحبي، احنا معناش فلوس والجد الشلبي تقريبا كده يقعد اسبوع ما يدخلش بروكيفن، فاحنا هنموت من الجوع. انت اللي معاك فلوس كده. بص شغلنا عندك اي حاجه وادينا فلوس عشان نجيب اكل. ماشي اشغلكم عندي. بص مش موافق تابع. مش موافق؟ اعمل فيه ايه بس اضربه؟ المشكله ان غني ومعاه فلوس هيطلب الشرطه ويسجنني. يا حركات بليز يا حركات، خليك بص كويس لمره واحده في حياتك. يا ابني ابسولوتلي انا مش كويس، انا ندل. ايه ده بتعترف ان انت ندل؟ ماشي حركات. اي حاجه طيب. طب مش موافق. ايه ده وافق يا زعبوله؟ طب حركات تشغلنا ايه بقى؟ اكيد خدامين. خدامين؟ يا حركات يا فرخه. ماشي فين الشغل اللي هشتغله؟ وانت تشتغل كداون ولا ايه؟ بس يلا لبس فقير. لبس فقير؟ كل ده حركات. ماشي 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 ماشي، خلينا نسمع الكلام ماشي في اخرتها. وبعد ما البس اللبس الفقير يلا هتشحتوا ماشي في المدينه يوم كامل. اكتر واحد يشحت فلوس هو اللي يشتغل عندي بقى في الشقه خدام. اشحت في المدينه يوم كامل؟ انا مش موافق. انا موافق على حركات. ايه ده الندالة دي؟ يا ابني انت المفروض ما توافقش عشان بص كده نعرفه ان احنا عندنا شخصية. انا ما عنديش شخصية يا ابو علي. بقولك انا جعان وجبت الشباب لسه ما فتحش بروكيفن. ايه ده حتى انت زعبولة؟ طيب احنا موافقين يا فرخة. يلا بص بقى البسوا لبس فقير وانزلوا اشحتوا بقى جنب السوبر ماركت يلا. ماشي يا نوب يا فرخة. السوبر ماركت اللي انت كنت كسره وعامله شارعين صح؟ ايوه بقى ما بتشلحوه. صلحوه. ودلوقتي خلينا البس لبس الفقير. تعالى يا زعبوله. ايوه كده الفقير رقم واحد جايز والفقير رقم اتنين. الفقير رقم واحد والفقير رقم اتنين. ماشي يا فرخه. بص بقى اكتر واحد يجمع فلوس هو اللي يشتغل بس عنده اساس حكات حكم متحرك الشحنيه فرخه طماطم حفاده. ما شاء الله اسم بص جميل جدا تتباهى بيه قدام اي حد بصراحه. ايوه كمان يا ابني احسن اسم في العالم. يلا طلع استريح رح يكون معفنة. احنا الحته معفنه يا فرخه. شفت على وين؟ شفت الواد حركات والله لو وريه. ماشي زعبولة انا وانت هنشحت دلوقتي. لا انا بقالي وانا لازم اشحت اكتر منك كمان. ايه ده انت واخدها منافسه يا زعبولة؟ احنا كل ده عشان نشتغل عند حركات. لو الجد شلبي بيفتح دلوقتي مش هنكون كده فورا ولا نشحت اصلا. ابو علي دلوقتي انا بص بقى امسك لك اي كرتونه كده انت معلقه جعان ولا حاجه. يلا عاد يلا اشحت بقى.
طيب طب الزعبولة خلينا اقعد هنا كده على الهوية، اخيرا اشتغل شحات وكل بصب حركات. والله يا حركات لو اوريك عشان انت فرخة وانا لازم عاجبك، بس مش دلوقتي، اصبر عليا بس على الهوية وهتشوفوا ان انا عاجب فعلا. ايه ده ايه ده، هي الدنيا بتمطر ولا ايه يا نهار زماني؟ هولي او ماي جاد، بترش عليا مية يا فرخة. ايوه يلا وانا اشحب الشقة، يلا العشب ما يشربش عليك والله. شفت على الهوية حركات الفرخة واقفة وبرش عليا مية. ايوه يا رجالة يا لاوي. احسن احسن يا رب، كتر رقبتك تتكسر احسن يا فرخه. اي جبوله مخاليري يا نار حمري، كان كانت رجلي هتتكسر، كله ده بسبب مكان توان. انت مش فاكر كنت مش جسمي هيتكسر 100 حته بسببك يا ابني. ليه بس بترش عليا ميه؟ يلا انت انا استريح، اشحت بسرعه، هي فقيره صحيح. هنعمل ايه بس في الوضع حركات الزعبوله؟ انا كتبت جعان، انت كتبت ايه؟ فلوس. زعبوله يا نوب، محدش هيدي لك فلوس عشان انت كاتب فلوس. انا كتبت جعان، ممكن حد يديني سندوتش. نشوف يا علي، انا عندي خطه اجمع بيها فلوس اكتر منك. اما نشوف يا زعبوله مين اللي هو اللي هيجمع فلوس، انا ولا زعبوله؟ انزلوا اكتبوا في الكومنتات بسرعه 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 في الكومنتات، يلا مين اللي هيجمع، انا ولا زعبوله؟ انا طبعا. وهتشوف، هنشوف يا زعبوله. اوكي اوكي، الخطه اللي احنا كنا هننزل بيها الواد حركات ان احنا كنا نقول له احنا هنبلغ عندك الشرطه، بس هو اصلا دفع الكفاله للشرطه، يعني كده الشرطه مش عاوزاه. هو ليه ما فيش اي حد عاوز يجي يعدي كده؟ ايه ده، في تاكسي، ده حركات ده ولا ايه؟ قول لمولي ده صاحب السوبر ماركت. عمو يا عمو، يا رب يشوفنا بقى عشان يدينا حاجه. عمو مع السلامه. ايه ده، ده جايب تاكسي. يا عمو عمو لو سمحت احنا قاعدين فلوس. ايه ده، انا ليه سامع صوت عند السوبر ماركت؟ مين دول؟ انا كل يوم باجي السوبر ماركت ما بيبقاش فيه حد هنا، انتوا مين؟ لو سمحت يا عمو انا جعان بقالي اسبوع يا عمو ما اكلتش، جعان بليز. سمحت يا عمو انا محتاج فلوس عشان اخواتي في البيت جعانين زيي، وانا معندي 5 اخوات وما اكلوش خالص. يا ابن الكذب ده، الكذب ده اللي انت فيه. بس معلش كنت يا دي الخطه. قول لي ده كده الواد زعبله يجمع فلوس اكتر مني، لو سمحت يا عمو. انا مش هديلك انت فلوس عشان الولد الصغير ده عنده 5 اخوات وما كلوش. امسك يا حبيبي. ايه ده، ده بيديله فلوس فعلا. قولي بولي، طب وانا طيب انا جعان. الو امسك يا حبيبي، انت تستاهل الفلوس اكتر. شكرا شكرا يا عمو، انا عندي اخوات ما كلوش بقاله بشهر يا عمو. يلا انا داخل السوبر ماركت، مع السلامه. او ماي جاد، ده زعبولة اللي خد الفلوس يا عمو، كان بينصب عليك يا زعبولة يا غدار انت. ما كنتش متخيل ان انت كداب كبير قوي كده يا زعبولة. طب انت كمان ما عليك، كنت بتكذب وبتقول للراجل ما كنتش بالك اسبوع. اعمل ايه طيب عشان يجيب لي اكل طيب؟ بس انت طلعت كداب كبير، بتقول عندك 5 اخوات وما كلوش كمان يا زعبولة نصاب. لازم تنصب يا بعلي عشان يبقى معاك فلوس. فلوس فلوس يا زعبولة يا غدار، شفت على الهوية جمع فلوس اكتر مني، بس انا اكيد اجمع فلوس اكتر منك تاني. يا رب حد يجي تاني بقى. وده زعبولة الراجل بتاع السوبر ماركت ادالك قد فلوس. ايه ده، في عربية جاية، يا رب بقى تديني فلوس. ايوه دي راكبة فيها بنت، جعان جعان. ايه ده، هو مين دول؟ انا اول مرة اشوفكم عند السوبر ماركت، انا باجي كل يوم. لو سمحت يا انسة، انا جعان، عندي 5 اخوات في البيت. ايوه طبعا لازم اكدب زي زعبولة، عندي 5 اخوات في البيت وما كلوش، فانا محتاجة اجيب لهم اكل عشان ياكلوا. عندك 5 اخوات ما كلوش؟ طب والصغير اللي جنبك ده اخوك؟ لا انسة انا مش اخوك، انا قصتي حزينة اكتر. انا كل يوم لازم اشحت 100 روبوكس عشان اوزعها على الفقراء البسطاء اللي عايشين في المدينة وبيشحطوا فلوس. شفتي انا معايا بس 10 ناقصلي 90 عشان اروح اديها لكل المساكين، ولو ما قدرتش اجمع ال 100 روبوكس دي المساكين اللي في المدينة كلهم هيموتوا. ايه ده يا حرام، انت صغير صحيح بس عندك قلب، انت عاوز تدي الفلوس للفقراء، انا هديها لك، وانت اللي عندك 5 اخوات يروحوا يشتغلوا احسن ويكون معاهم فلوس. امسك يا دب يا صغير، فعلا دب لكن قلبك احسن من قلب البشر. شكرا يا انسه، كل الفقراء هيشكروك جدا. مع السلامه، انا داخل اجيب حاجتي من السوبر ماركت. او ماي جاد او ماي جاد، انت واد انت اكبر كداب شفته في حياتي والله، شفته على الهوايه جمع فلوس. يعني المره اللي فاتت قال 5 اخوات، انا اخدت منه دلوقتي الكلام بتاعه قلت 5 اخوات، دلوقتي بقى بيجمع للفقراء. لا انا بعاني، لازم تكذب عشان يبقى معاك فلوس. ايه ده، لازم ايه يا زعبوله؟ لازم تكذب يا ابو علي، انا ما بجمعش فلوس اصلا للفقراء. ضحكت عليها، هو كان بيضحك عليا، انا طالع اخد الفلوس بتاعتي. يا زعبوله يا نصاب، والله كان. ايه ده، هو انت رجعتي تاني ليه؟ فلوسي ترجع حالا يا دب يا نصاب. ايه ده، الفقراء والمساكين
هيشكروك جدا. قلت لك فلوسي تيجي، هات الفلوس يلا. طب خلاص امسك فلوسك ايه. بعد كده ما تكدبش يا كداب. صحيح دب كداب زي البشر واكتر كمان. انت تعالى، هو انت قلت لي عندك كم اخ؟ عندي خمسة وقاعدين كلهم. امسك الفلوس، انت ما كدبتش عليا من البداية، انت اللي تستاهلها. امسك. شكرا انا لسه مش عارفة اقولك ايه. خليني دلوقتي ادخل اجيب حاجتي من السوبر ماركت. ايه ده، انت هتاخديني السوبر ماركت؟ لا يلا سلام. سلام. زعبولة والله كدبة بقالي، انت اللي كلمتني عشان تسمعني من السوبر ماركت. يا ابني والله ما شفتها اصلا، هي وقفت عند السوبر ماركت وسمعتك يا زعبولة. وماي جاد انا معايا 30 روبوكس، انت معاك كام؟ انا معايا 10 بقالي بس. انا اللي كسبت يا زعبولة. معايا 30 روبوكس، لو الليل دخل علينا دلوقتي انا اللي هكون كسبان، وانا اللي هشتغل عند الاستاذ حركة. استاذ ايه بس؟ حركاتي يبقى استاذ، انا اللي هشتغل عند حركات الفرخه. طب علي وانا كده تربي يعني في الزباله ولا ايه؟ انت وحظك بقى، نستنى لحد بالليل ونشوف مين اللي هيجمع فلوس اكتر. ايوه صحيح مفيش حد، هنعمل ايه؟ ايه ده عمو؟ يا عمو. ايوه نعم. لو سمحت يا عمو، انت اديت لي صاحبي الدب زعبولة فلوس، انا ما خدتش خالص وانا جعان. ايوه صحيح، انت معاك حق، زي ما اديته 10 روبوكس هدي لك انت 5. امسك. شكرا يا عمو. هات كل بول ده 5 روبوكس كده معايا كام؟ ماشي يا عم شكرا. طب وانا طيب فلوس عشان اخواتي اللي في البيت قاعدين. ما انا اديتك يا دب يا صغير يا طماع، انا لازم امشي. سلام. او ماي جاد، انا دلوقتي اللي معايا فلوس كتير. شفت بقى يا علويه، كل العلويه اللي ما كانوش واثقين في ابو علي وقالوا ابو علي هيخسر وزعبوله يخسره. نو ابو علي ما يخسرش، شفت الذكاء؟ زعبوله انا خسرتك. ابو علي هات شويه روبوكس يا ابو علي، وتعالى تقول لحركات ان احنا اللي بنجمع بعد نفس الفلوس. طيب ماشي يا زعبوله، عشان تعرف ان ابو علي طيب. وشفت وافقت ازاي لو انت ما كنتش هتوافق؟ والله لو انا ما كنتش هوافق فعلا. شفت بقى، عشان تعرف ان ابو علي اخلاقه عاليه. يلا بينا هنطلع الحركات الفرخه، نقول له احنا الاثنين جمعنا نفس الروبوكس. يلا تعالى. اوكي خلينا نطلع فوق بسرعه لحركات الفرخه. ماشي حركات، لازم اتقم منك والله. اطلع زعبوله، خلينا ندخل البيت. انت واضح حركات الفرخه، هو الواد في اللي مش بيرد حركات الفرخه؟ ممكن يكون نايم. لا مش نايم ولا في الاوضه دي. او ماي جاد على البيت الجامد ده، حركات الفرخه. ايه ده، سمعت الصوت ده زعبوله؟ اه انا بعلي بس مش عارف الصوت ده جاب ايه. ده ابو علي حركات من الحمام. هو فعلا الصوت اللي انا سمعته ده جاب الحمام. اوكي انت الفرخه. يا ابني عاوز ايه ماشي شبري من الحمام كده؟ طب بص احنا جمعنا نفس الفلوس الفرخه. ايه ده، انتوا الاتنين نفسي كل حاجه كده نفسها؟ ايوه انا بص جمعت 25 وزعبوله 25. طيب طيب انتوا الاتنين بصوا كل خدامين. يلا بينا، انا ماشي خلصت حمام. يلا انا ماشي نضفوا حمام. نضف حمام؟ حمام مين اللي نضف؟ والله بص يا واد حركات، انا بص اضربك واحطك من ودنك كده. هتقولك من شغلي بقى. لا بص ما تطردنيش بليز يا استاذ حركات، انا اشتغل خدام خلاص. طب يلا ماشي اكنس الشقه بقى. هكنس ايه بس يا استاذ حركات، الشقه نظيفه. انا ماشي دلوقتي هخلي لك الشقه معفنه. يلا ماشي اكنس بالشقه. كل اللي ده برش ميه يا نهار زبادي، اكنس كده بقى علي اكنس. يلا امسح الميه اصلا. يلا واد امسح بالشقه. طيب استاذ حركات، شفت علويه الندله؟ شفت زعبوله؟ اهو ده بقى علي بيرش الميه وبيخلينا احنا نمسحها. شفت بقى بيزلنا ازاي؟ ماشي حركات الفرخ، خلينا نمسح بسرعه. خلاص الحركات خلاص. اسمه استاذ حركات واد انت. طيب ماشي حركات الفرخ. بقول لك اسمه استاذ حركات. طيب ماشي يا استاذ حركات الفرخه. ايوه كده. ايه ده استاذ حركات فرخه عجبتك؟ ماشي والله انه غبي. يلا يا زعبوله امسح بسرعه. طب ابو علي انا بمسح اهو. وبعدين بقى انا افضل مسجون كده لحد امتى؟ بقالي اسبوع في السجن، وكيس الالماز للاسف اتسرق زي ما الاخبار جاتلي من العصابه المكسيكيه بتاعتي. الواد سواق التاكسي هو اللي خد الالماز واشترى شقه وبقى معاه فلوس كتير. هي دي اخر اخبار وصلت لي عن الواد الحرامي سواق التاكسي اللي سرق كيس الالماز. عشان كده انا لازم اهرب من السجن واروح له الشقه بتاعته وانتقم منه. يا حضره الضابط لازم يجي دلوقتي. يا حضره الضابط. وبعدين بقى في المسجون ليوناردو ده جايب لي المكسيكي وقعد دماغنا، عاوز ايه يا ليوناردو؟ كل شويه تنادي ولا ايه؟ ايه ده، هو المسجون فين؟ انا هنا لازم اضربك. امسك.
وكده اكون هربت من السجن. لازم انتقم من سواق التاكسي. انا ليوناردو من العصابة المكسيكية. ايه ده؟ خلينا اخد معايا سلاح عشان انتقم منه اشد انتقام. ليوناردو الشرير ادري يا رب. خلينا بلغ كل الشرطة ولازم نرابه. بوكا بودي مش هتعملوا نفس الشغل كده. يا دار الزبادي كل يوم كده وفي الاخر مش عاوز تنامنا في الشقة وكمان عاوز تنامنا في وسط حينا كده في البرد. هو التمن يا نوب انتوا رحكم معفنة هتخلوا الشقة كلها ريحة وحشة. هولي مولي ماشي حركاتي فرقة والله لا تنام منك بس مش دلوقتي. انا نوب ماشي الرجل نام هنوب صحيح. شفت علوية شفته جابني في وسط حنام. اباني اما كنتش اعرف دلوقتي حركات هيتنام مننا كده. هتعمل ايه بقى زعبول؟ يلا نام وما يقضي الجو برد قوي هنا. اول لعبه علي الجو برد فعلا. افكرني بقى ان انا نايمه في الشقه بتاعتي اللي شاريها بفلوسي. فلوسك ليوناردو جالك وهي دي فلوسك يا كذاب؟ ايه ده ليوناردو انت سبت الكوره وجاي تمسك حركات ولا ايه؟ كوره مين؟ انا مش رونالدو اللي بيلعب كوره، انا ليوناردو بتاع العصابه المكسيكيه. انت اللي تسرق كيس الالماس في الاخر. فين وقت كيس الالماس؟ انت كيس الالماس عندك الماس؟ انا ما اعرفش اي الماس بالكلمه اللي انت بتقولها دي. فهمني اكتر. كيس الالماس اللي انا كنت شايله في الشجره وانت سرقته يا حرامي. فين كيس الالماس؟ انت قصدك الكيس ده اول مش تاب هو ده ولا ما خدتش منه مش غير هما اتنين؟ خدت بس الماستين، الماس الشريف بيها مش بيها الشقه وعبيه وأماز التاني اشتهيب بشي بيها شمشي بالشتة. يخرب بيتك انت مجنون، انت رايح تشتري ألمازة تجيب بيها شمشي بالشطة يا غبي امسي. ايه انت ما بتحبش الشمشي بالشتة ولا ايه؟ اشتري لك شمشي بالجبنة طيب. خلينا اخد منه كيس الألماز بسرعة. او ماي جاد زعبول لا سمعت صوت الواد حركات بيقول اه انا بقالي سمعته بس اعمله ايه بقى؟ زعبولة انا سامع صوت تاني واحد بيتكلم بس مش متأكد. ثانية واحدة اشوف ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ الحق زعبولة في واحد ضرب حركات تحته بيسرقه. يا نهار زبادة نملة زعبولة. طب علي مش نعمل حاجة سيبك منه. استنى بس زعبولة ده ممكن يموته. احنا مش هنكون اندال زي حركات، احنا لازم نتدخل فورا بالمقشة اللي معانا. تعالى زعبولة بس من غير صوت. ايوان ايوان بس كده امسك. ضربته شفت الزعبولة انا بطياره؟ انا بعلي شفته عشان تعرف الزعبولة. فين ليوناردو؟ ايوه هناك اهو مطلوب القبض عليك يا مجرم. بتضربني انا بالمقشة في وشي كده انا اوريك. ايه ده الظابط تاني؟ مطلوب القبض عليك يلا قدامي حالا. طيب حضرة الظابط خلاص ماشي. وقت كيس الالماس. ليوناردو شكله مش هيطلع من السجن من المدينة دي. انا محتاج عصابتي هي اللي تيجي وتنقذني. يا حضرة الظابط كيس الالماس ده بتاعنا احنا ومستر سميث كان سرقه مننا. وانت موت مستر سميث ومطلوب القبض عليك قدامي يلا. طيب ماشي. ودلوقتي شكرا جدا ان انتوا. ايه ده انا شفت الخلقه دي قبل كده. الواد ده مين؟ ابراهيم. انا اللي يا رحمانيكا احنا شكلنا عملنا حادثة كبيرة. عمو يا عمو ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو السوبر ماركت فتحوا له شارع مننا ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ وانا هعرض لكم اعزائي المشاهدين الفيديو بسواق التاكسي عشان لما تشوفوه تبلغوا الشرطة فورا عشان مطلوب القبض عليه. هولي مولي زعبولة ده حركات. ايه ده ده ده, ده ابن خالتي يا حضرة الظابط. ما تقول له حاجة واضح يا حركات انت. يا ابني بس ما تقولش حكاية ده يعني يخرب بيتك. استنى طيب احد الظابط شفت مستر سمير؟ انا مستر سميرة. مستر سميرة؟ سميرة مين واحد؟ يا ابني ايه مستر سميرة اللي انت بتقول عليها دي؟ هو انا بقالي مش هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه سميث يا زكي. هو انا بقاش مش مستر سمير ده. سمير؟ ايه الحياة ده زعبولة شفت حركات بيقول ايه؟ ايه ده؟ هو ده اسمه حركات اللي هو كان مطلوب القبض عليه سواء التاكسي. ايوه حضرة الظابط هو فعلا بس مش دفع لكم الكفالة. مفيش اي كفالة دفعت، انت مطلوب القبض عليك قدامي. قولي بولي مطلوب القبض عليه. يلا يا حركات يا فرخة. ايه بقى الكلام ده اول؟ انا عندي عبية بامبرجيني.
خلي العربيه البامبرجيني تنفعك حركات انت مطلوب القبض عليك. انت وانا مالي السبب لازم تروح حركات يعني؟ وانا عرفت ان انت مطلوب للعداله انه مش قلت ان انت دفعت الفلوس احسن هتخش السجن مع ليوناردو هياكلك علقه جوه. وانا بقالي يقول لي شلبوكا بشعب عشان ينقذني. والله بخلي حد ينقذك فرخه احسن. يلا قدامي مطلوب القبض عليك. يا رحمريكا اللوية اللي حصل لي، شفت بابا رونالدو داود ضربني دمك داود كسر راسي. انت واد فرخة. او انا ساعدت بس يا رونالدو عاوز ايه؟ انت ما مسحتليش الجزمة حلو، تعال امسح الجزمة يلا. طيب ساعدت بس حاضر همسحها لك اهو فورا. ايوا كده امسحها كلها. طيب حاضر اهو بمسحها، ولا بص عندك من رجلك بقى عشان انت بص ما وجعت دماغي. بتعضني؟ انت بتعض ليوناردو؟ لا لا بصي عدتك بالغلط ما كانش قصدي. انا اوريك ازاي يبقى مش قصدك تاني. امسك. غبي صحيح، ده انا انتقم منك كده كل يوم، مش انا في السجن بسببك. يا زبورة مخديري اللوية اديروا في الكومنتات مش هكتبه وانا بقالي وسلموكا. اركزوا حكات من السجن بقى حكات طيب. ايوه ده الزعبولة لازم يتسجن كده بص ويتعاقب زي ما كان بيعاقبنا. طب يا ماشي خلي بقى يتعاقب. ايوه لازم يتعاقب كده، مش انتوا علوية عاوزينه يتعاقب ولا مش عاوزينه؟ ونروح ننقذه وندفع الكفالة بتاعته، بس طبعا لازم نجيب فلوس. اكيد الجد شلبي هيفتح وناخد منه فلوس. علوية اللي عاوز ينقذ حركات ينزل يكتب لي في الكومنتات بسرعة، واللي عاوز يسيبه متعاقب كده زي الفرخة في السجن ينزل يكتب لي برضه بسرعة. وكده نكون وصلنا لغاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. نشوفكم الفيديو الجاي. اهو ده علوية هنشوفكم بكرة بقى، ما تنسوش بقى تكتبوا في الكومنتات. ايوه يلا انزلوا اكتبوا بسرعة. باي.